لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. عمان وتونس توقعان اتفاقية للخدمات الجوية مباشر. وقعت سلطنة عمان اتفاقية للخدمات الجوية مع جمهورية تونس تحديثا لاتفاقية سابقة موقعة بين حكومتي البلدين عام 1985، ومثلتيات الطيران المدني العماني سلطنة في توقيع الاتفاقية بالعاصمة تونسية تونس وفق وكالة الأنباء العمانية، حيث وقع رئيس الهيئة الهندسية نايف بن علي الأبري بحضور الوزيرة المكلفة بتيسير وزارة النقل التونسية سارة زعفراني الزنزاري وسفير سلطنة عمان المعتمد لدي تونس الدكتور هلال عبد ضل السيساني. وتقوم الاتفاقية المحدثة على أساس ومبادئ الأجواء المفتوحة بين البلدين، وتسمح لشركة الطيران بتشغيل أي عدد من الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين الشقيقين. وتهدف الاتفاقية لتنظيم الجوانب التشغيلية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي بين الجانبين. وتضمن الاتفاقية 23 مادة بالإضافة إلى ملحق خاص بجدول الطرق الجوية بين البلدين، وتنوعت المواد المنصوص عليها بالاتفاقية بين أحكام اقتصادية وأحكام للتعاون التنظيم والتشغيل. تمكن شركات الطيران المعنية من تشغيل عدد من الرحلات الجوية للركاب والشحن الجوي بين مطارات البلدين، كما يمكن لشركات طيران البلدين الدخول في ترتيبات تعاونية لتقاسم الرموز المشتركة على الرحلات التي تشغلها ناقلات البلدين. وترتبط سلطنة عمان بالاتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي مع العديد من دول العالم، تصل إلى مجموعها إلى 124 دولة، بهدف إلى تنظيم خدمات النقل الجوي بما في ذلك الجوانب الفنية والتشغيلية وتوطيد العلاقات في مجال النقل الجوي والطيران المدني مع الدول الأخرى. العلاقات التونسية العمانية هي العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين تونس وسلطنة عمان في جميع المجالات، والجميع يعرف كيف معنى الاتفاقية. سلطنة عمان وتونس توقعان على اتفاقية الخدمات الجوية، وتضامنت الاتفاقية على 23 مادة بالإضافة إلى ملحق خاص بجدول الطرق الجوية بين البلدين، وتنوعت تلك المواد بين أحكام اقتصادية وأحكام للتعاون التنظيم والتشغيل. تمكن شركات الطيران المعينة في تشغيل عدد من الرحلات إلى البلدين، الرحلات الجوية للركاب والشحن الجوي بين مطارات البلدين، كما يمكن لشركات طيران البلدين الدخول في ترتيبات تعاونية لتقاسم المصالح بينهم، المصالح المشتركة على الرحلات التي تشغل نقلات البلدين العربيين سلطنة عمان وتونس. ومن الجدير بالذكر أن سلطنة عمان ترتبط بالاتفاقيات القوية الثنائية في مجال النقل الجوي مع العديد من دول العالم، سلطنة عمان وتونس. وطلب جميع الشارع التونسي الدعوات إلى المصالح القوية إلى البلدين العربيين الشقيقين تونس وعمان في جميع المجالات التي تربط البلدين العربيين الشقيقين. وأيضا الشارع العماني بأكمله يفرح بقوة وطلب الجميع بالقوة المصالح المشتركة بين تونس وعمان في جميع المصالح الاقتصادية التي تعم في صالح الشارع التونسي والتونس وعمان، عمان وتونس في جميع المجالات التي تخدم البلدين العربيين. بعد توقيع سلطنة عمان ومثلة في هيئة الطيران المدني في العاصمة التونسية على اتفاقية الخدمات الجوية مع الجمهورية التونسية، وسط فرح كبير وعارم بين الشعبين العماني والتونسي، التونسي والعماني. وذكرت الوكالات الأنباء العمانية اليوم الأحد قيام من الجانب العماني المهندس نايف بن علي العبيري رئيس هيئة الطيران المدني بحضور سارة
زعفراني الزنزاري الوزيرة المكلفة بتيسير وزارة النقل التونسية من الجانب العماني، المهندس نايف بن علي العبير رئيس هيئة الطيران المدني، وعدد من المسؤولين من سلطني الطيران المدني في البلدين. وتأتي هذا الاتفاقية تحديثا للاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين عام 1985 بشأن الخدمات الجوية بين إقليميها وفيما وراءها بما يتواكب مع التطورات الإقليمية والدولية في مجال النقل الجوي، حيث تقوم الاتفاقية المحدثة على أساس ومبادئ الأجواء المفتوحة بقوة بين البلدين، وتسمح لشركات الطيران بتشغيل أي عدد من الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين تونس وعمان، عمان وتونس البلدين الشقيقين، وتعرف إلى تنظيم الجوانب التشغيلية والفنية بما يخدم الجانبين والمصالح المشتركة في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي بين الجانبين، وسط فرع عارم من مواقع التواصل الاجتماعي التونسي والعماني. واشتعلت المواقع بالفرح والتعليقات: يا رب اسعد الشعبين العماني والتونسي في جميع المجالات التي تصب في صالح الشارع العماني والشارع التونسي من الرحلات والمصالح التي تخدم البلدين في جميع المصالح التي تصب في الشارع التونسي من يا رب يحفظ البلدين العربيين في جميع المجالات التي تصب في الشارع التونسي والشارع العماني، احفظهم يا رب، ويحفظ على الكبير والصغير من الشعب التونسي والشعب العماني، احفظهم يا رب في جميع المصالح التي تخدم الجانبين سلطنة عمان وجمهورية تونس التي توقعان على اتفاقية الخدمات الجوية. سلطنة عمان وتونس توقعان على اتفاقية الخدمات الجوية. يا رب يسعد البلدين العربيين الشقيقين في جميع المجالات التي تصب وتخدم البلدين العربيين الشقيقين. وقعت سلطنة عمان ممثلة في هيئة الطيران المدني في العاصمة التونسية على اتفاقية الخدمات الجوية مع الجمهورية التونسية. وتأتي هذا الاتفاقية تحديثا للاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين عام 1985 بشأن الخدمات الجوية بين إقليميها وفيما وراءها بما يتواكب مع التطورات الإقليمية والدولية في مجال النقل الجوي، حيث تقوم الاتفاقية المحدثة على أساس ومبادئ الأجواء المفتوحة بين البلدين. اسعدهم يا رب في جميع المصالح التي تصب بين تونس وعمان، ويحفظ على البلدين العربيين الشقيقين في جميع المجالات التي تصب في صالح المواطن التونسي والمواطن العماني في جميع أنحاء البلدين. واتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر بين الحب ورسائل الصداقة القوية بين البلدين عمان وتونس، تونس وعمان في جميع المجالات، وأن تصب في صالح المواطن التونسي والمواطن العماني في الرحلات الجوية التي تخدم البلدين العربيين عمان وتونس. احفظ يا رب البلدين العربيين تونس وعمان، عمان وتونس في جميع المجالات.